تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الذي أقيم في قصر الصقير هذا اليوم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. حضر الاحتفال أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. ولدى وصول صاحب الجلالة إلى قصر الصخير ترافقه كوكبة من الخيالة، أطلقت المدفعية 25 طلقة ثم عزف الصداحون. بعد ذلك توجه جلالته إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الملكي.
تاجر معظم. سلام. ثم تفقد جلالته حرس الشرف. بعدها بدأت مراسم رفع عالم اليوبيل الفضي. Thank you.
بعد ذلك تشرف الحضور بالسلام على جلالة الملك المعظم معربين عن خالص التهاني والتبريكات وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وعظم فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة وبما تحقق للمملكة وشعبها الوفي الكريم بفضل نهجه السديد من إنجازات حضارية وتنموية بارزة في مختلف المجالات، مما جعلها تحظى بمكانة رفيعة في المجتمع الدولي. وأكدوا تقديرهم لجهود جلالته الكبيرة من أجل تطوير علاقات المملكة مع مختلف الدول وترسيخ مواقفها المشرفة في المحافل العالمية، بالإضافة إلى تعزيز دورها الريادي في محيطها الإقليمي، مشيدين بالنجاح المشهود لمشروع جلالته الإصلاحي الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة العصرية المتطورة في مملكة البحرين، وتحققت بفضله العديد من الإنجازات النوعية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والحقوقية وغيرها، سائلين الله تبارك وتعالى يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء المباركة التي تشهدها المملكة في عهده الزاهر. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره للجميع على تهانيهم ومشاعرهم الطيبة النبيلة ودعواتهم الصادقة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة. We'll be right back.
الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشهد لكم يا سيدي التاريخ ويسجله في حروف منيرة كل ما تحقق لمملكة البحرين في عهدكم الزاهر، فبفضل رؤيتكم الثاقبة يا قائد المسيرة وراعي نهضتها، باتت المملكة محط أنظار وإعجاب العالم، فمسيرة التنمية الشاملة طالت كل القطاعات والمجالات خدمة للوطن والمواطن الكريم في مملكتنا الغالية، فلله الحمد ولكم الثناء والامتنان والصحة وطول العمر بإذن الله تعالى. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. مع هذا الدعاء لفضيلة الشيخ عدنان القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم ومرور 25 عاما على حكمه، نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء سائلين الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأن يوفق ويسدد ولي أمرنا ورائد مسيرتنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لما يحب ويرضى. اللهم احفظه بحفظك وأدم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأطل في عمره وتوله بعنايتك ورعايتك، وأصلح أبناءه وذريته. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك. اللهم أيده بتأييدك لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد. اللهم أجر الخير على يديه واجعل عهده عهداً مباركاً ميموناً، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مملكتنا الغالية البحرين من كل سوء ومكروه، واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والوحدة، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا قيادة وحكومة وشعبا يا سميع الدعاء.
اللهم من على وطننا العزيز بمزيد من الرخاء والارتقاء والازدهار، وارزق أهله من الخيرات والبركات عاجلها وآجلها، وادفع عنا مضلات الفتن ونوازل المحن، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وادفع عنا النقم، وأدم علينا رضاك وتوفيقك يا كريم يا منان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين وغزة وفي بيت المقدس، اللهم كن لهم معينا ونصيرا وظهيرا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأطعم جائعهم وفك الحصار عنهم وخفف عنهم آلامهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. الحمد لله على كل حال، مرت 25 سنة من العمل الدؤوب المفيد، والبحرين لله الحمد انتقلت من مرحلة إلى مرحلة متقدمة، وكذلك تطمح في أكثر من ذلك بما يعود بالخير على مواطنينا الكرام أمنا وتقدما وحياة كريمة. ولا شك أن بتعاون السلطات الدستورية ومشاركة الأهالي الكبيرة أن النتائج تكون إن شاء الله مرجوة في السنوات القادمة. العالم يمر في أزمات خطيرة، ولكن البحرين وبأخلاق أهلها وبتصرفاتهم الحكيمة بإذن الله سيتجاوزون المحن، وهم أهم شيء عليهم إيمانهم القوي بربهم والتزامهم بعاداتهم والتزامهم بوطنيتهم، هي الحقيقة السلاح الأمضى اللي بإذن الله يعني يحفظنا من كل هذه الشرور. لا شك أن المرحوم الوالد أوجد لنا قاعدة عريضة عظيمة عميقة من التراحم والتآخي والمودة فيما بين الناس، وكان الله يرحمه وأنا أتذكر يتمنى أشياء كثيرة أن تحدث، الظروف ما سمحت، لكن كل ما عملته في الفترة الأخيرة هي من أفكار وآمال الوالد الله يرحمه، وكان لما نجلس معاه ويتكلم كان يتكلم عن خدمة الناس إلى الليل إلى الصبح، إذا سمع عن شيء لابد من متابعة حيث أن يتأكد أن الأمور تستغر. فعلى كل حال الله وفق بعد ما الله اختاره أن هدانا وياكم إلى طريق اللي البحرين اتمناه، وهذا الطريق ما له حدود، هذا طريق منفتح على المستقبل بكل ما فيه من منجزات ومن نجاحات، واحنا متجهين الى هذه الاتجاهات. ولا شك اذا في انتظار فهو الانتظار الى الكوادر اللي عندها الكفاءة إلى المناسبة الملائمة، ولكن
مهما عملنا يجب أن نحافظ على إيماننا وهويتنا، لأنها هي اللي بتحفظنا لمئات السنين، وإلا بلياها إيش نكون؟ يعني ما لنا عنوان، ما لنا اسم. لما يقال أنك مسلم هذا شرف عظيم، لما يقال عنك عربي هكذلك ميزة، لما يقال عنك إنسان تحترم الآخرين هذا بعد من أعظم الميز. فاتجهنا إلى سياسة التعايش وإلى التقبل الآخرين مع المحافظة على ما احنا عليه، وبالفعل صار احترام متبادل. أنا اللي أسمعه وأشوفه أهل البحرين بينهم مودة وبينهم محبة وبينهم احترام وبينهم تقدير. إن شاء الله هذا قوتنا اللي نستمر في يعني المحافظة عليه. على كل حال أبنائنا وشبابنا تعلموا وأصبحوا في الريادة في العلوم في المجالات الإدارية الأخرى، وكل اللي يحتاجونه هو بس التوجيه السليم والرعاية السليمة. واليوم احنا نفخر بمؤسساتنا الدستورية جميعها تعمل لصالح البحرين وبخلق أهل البحرين، وهذا أساس لنجاح البحرين. مشكورين على الزيارة وعلى التهاني العظيمة، ولو بغريب عليكم في الواقع، الإنسان بعد إنسان يتجاوب ويتأثر. وأنا ما شفت من هذه البلد من الصغر إلى الكبر إلا كل محبة وكل رعاية، وكانت الآراء اللي تعطى لي كانت كلها للخير، نصايح للخير. أنا هذا فهمته بهالطريقة، تقبلتها، والحقيقة هذا شيء هداية من رب العالمين إن احنا نتناصح ونسمع بعض. والآن على كل حال الآليات الموجودة تخدم، فالله يوفق شبابنا ورجالنا اللي فيها الآليات، أي نعم، لما فيه الخير، والاتصال على كل حال بالأشقاء والأصدقاء والمحبة ومد يد التعاون هو السر في المحافظة على كياننا إن شاء الله. وما شفت هالفترة أي إنسان إلا ويشكر على ما وصلت له البحرين في مختلف الأنشطة. طبعاً أنتم تشوفون الداخل أكثر منهم وتعرفون النواقص، نعمل على تغطية الأمور ونمشي إن شاء الله للأمام. شاكر لكم وكل عام وأنتم بخير. بعد ذلك غادر جلالة الملك المعظم بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.